في اللينا سي طارق المكي، رجل السياسة المعروف، رجل أعمال زيادة. مرحبا بك. عشان مرحبا بكم وبارك الله فيك على الساعة. عاشك سي طارق. سي طارق المكي 53 سنة، معروف أنك رجل أعمال زيادة. يعني بطلت الأعمال عندي برشا. بطلت الأعمال، قعدت في الأعمال السياسية يظهر. زيادة معروف زيادة اللي يعني كنت المعارض يعني للنظام السابق، ولا خلينا نقولوا كلمة اللا نظام السابق، وفجأة زيادة ظهرت من بعد 14 جانفي بعد رجوعك لتونس من كندا بالتحديد، وظهرت تقريبا في وسائل الإعلام في ديبا بوليتيك في التلفزة في الإذاعات. ومن بعد فترة قبل الانتخابات ما عادش راهو فيك، ما عادش موجود، حتى داير الأسئلة ولي كومنتير اللي جاونا من البارح على الفيسبوك. وين سي طارق المكي؟ علاش تظلموا فيه؟ الفيسبوك موجود والتراس موجودين فيه. نتكلم ديما، ولكن الناس معناتها نظن انه الكثير من الشعب التونسي غرق في حاجه اسمها انتخابات ومجلس تأسيسي. والتيار هذا عادي. عادي اذا كان الشعب اختار باش يمشي في المسار هذا. وتعرف انا كنت ضد المجلس التأسيسي، ولليوم انا ضد المجلس التأسيسي. مانيش من السياسيين اللي نبدل رايي كل يوم. هذه حكاية مبادئ. عارف أن المجلس التأسيسي قلت سيكون كارثة لتونس، وشعب اختار ذلك. وتخلي ما انت وقعت أنا بدي قعدت نلاحظ شوية هكاية كيفاش أجرى تسيير الشعب والكذب عليه والتمويه على الشعب التونسي. آخرتها يوم الانتخابات. قبل ما ندخل الساعة هذه، تو انت قلت قعدت موجود في الفيسبوك، علاش ما نشوفك كان في الفيسبوك كهو يعني؟ علاش استدعوني ما نمشيش يا اخي؟ ما استدعوكش يعني؟ ما استدعونيش، استدعوا في الناس اللي باش ترشح للمجلس التأسيسي. والمجلس التأسيسي كانت هما طيار اعلامي منظم ومسير في تحبيب الشعب التونسي في مزايا المجلس التأسيسي. يعني وكانوا يقولوا طارق المكي ما يعجبو حد شيء. انا رينا المجلس التأسيسي. هاو كي ندور في الشارع ظهر عندي حق. لهذا لا لا مش بالنسبه لي انا، انتم عايشين في اعلام نظن كانكم في كوكب اخر. الشارع التونسي كل لهذا حتى اللي صوت يقول لي ما كنتش تتخيل هكا. على شنو ظهر عندك؟ على خاطر جرى تمويه من الاول. مجلس تاسيسي وما تخافوش سيكون فسيفساء. هذا ما نسيناش، هذا التسجيلات موجودين في الاذاعات الكل. سي كمال الجندوبي وسي الاحزاب السياسيه الكل اللي عملوا المنظومه هذه، وسي بن عاشور وجماعة الفقهاء السياسيين الجدد من بعد 14 جانفي فهمونا، وانه من نهار المجلس التأسيسي حتى كان حزب يجيب 70% راهو ما ياخذ كان 30% من الكراسي. فما راعني من الفسيفساء صارت جزيرة. ظهروا النهضة جابت 37% اخذت 41% من المقاعد، وظهرت حاجة أخرى ما أخطر، 31% من الأصوات مشات ما خدات، خدات صفر كرسي كي تلمها مع بعضها. هذه هي الفسيفساء اللي عملوها لنا. وحتى نهارت قطعتني مقبليك، نهارت التصويت شكوني في مدارك العقلية، يقولوا إقبال 70 و80% من الشعب. والتوانسة كل تسخال 80% من التوانسة مشات تصوت، مشاو صوتوا من مقيدين من 50%. وش ظهر في الاخر بكل؟ وانه اقل من 50% من التوانسه صوتوا، 6% من الاصوات. هذه منين جبتهم الاحصائيات سي طارق؟ الاحصائيات هاكا حلوا الواحد نتاعهم هما بيدهم نتاع السيت نتاع سي احنا كنشوفوا 49 للقنوات. القنوات عايشه في عالم اخر، في عالم الكذب والتمويه على الشعب. 49.2 من الشعب. والله كي تقول الجزيرة مثلا قناة الجزيرة كي تقول فما وصلت تقريبا 80% ماهيش تنوه على الشعب التونسي. لا قالوا 80% من الشعب صوت. مش باوري 80% من المقيدين، وزادوا حلوا كل ليستة نتاع اللي مش مقيد ينجم في صوت، كي عملوا الحسبة الكل نتاع التوانسة اللي صوتوا 49.2. هو هذا مش الموضوع، في الأخير فما ناس مشات صوتت مهما كانت النسبة قداش. صوتوا كل واحد للحزب يعني اللي يرى فيه ممكن افكاره. وافرزت الانتخابات نتائج معينه. علاش انت ضدها يعني؟ انا نكون ضدها مش معناتها اذا كان حتى اذا كان اغلبيه تمشي في فكره لازمك تحترم فكرتي. ما هذه هي الديمقراطيه. بالضبط. اذا كان نرى انا كسياسي نرى انه الشعب ماشي في منهج غلط.
مش معناتها راني باش ندور الشارع ونمشي معاه. نقف على ثوابتي وقلت لهم ان شاء الله ديما نطلع غلط. المشكله والحمد لله ما طلعتش غلط. شنو كيفاش شنو اللي تقول الشعب ترى في ماشي في ثنيه غلط؟ ما شافوا في ثنيه غلط. كيفاش؟ ثنيه التمويه والكذب. كيفاش؟ موهوا عليه وقالوا له انه حطوا في مخه انه المجلس الدستوري هو الحل وانه الدستور هو المشكله. انا ما نعرفش شكون خرج ضد بن علي. انا هي الدار في تونس اللي كانت الرجل والمراه عنده مشكله على بنت في الدستور ولا البو والولد ولا الشاب التونسي في في نطاق نتاع العيش نتاعو يا في قهوه يا مع اصحابه قبل 14 جانفي شكون كان عنده مشكله مع الدستور. والدستور والمجلس التاسيسي كرجل سياسي ما يلزمنيش ننسى الكلام السابق. خرج محمد الغنوشي الوزير الاسبق نتاع بن علي اللي حكى معاه 17 مره في 40 يوم قال اوصيكم بالمجلس التاسيسي. وصلنا به المجلس التاسيسي. حتى جماعة القصبة وباركت أنا القصبة اثنين خرجوا شباب نقولها ونعاود نقولها الشباب اللي خرجوا لابس جين ومريول وتونس في قلبه. دخلوا فيهم الصناعية نتاع السياسة جاوهم المحامين جاوهم الأحزاب السياسية جاوهم من درشنو بداوهم بشوية بشوية كانت تثبتوا عليها القصبة اثنين كيفاش جرات بدات بالعلمانية بنظام برلماني باللايكيه وجابوهم في القجر اللي حشتهم به وهو المجلس التاسيسي. تو المجلس التاسيسي قد عنده تو اسبوع من اللي تعمل ما عندي علاش باش نعلق الناس كل قاعده تتفرج. واضح كلام. انا اللي يهمني اليوم المازق اللي احنا فيه. نخاف اللي يزيدوا يهبطونا في هاويه على هاويه. والدليل على ذلك ما سمعت البارح من سيديلو يحكي له على اللي صار في منوبة ايش يقول على النقاب سنفتح نقاش قومي من العظمة السياسية البلاد تزادت البطالة فيها غلال معيشة الناس تتشكى ما تنتي ترى فما تحويل وجهها كما قلنا سمحني نكمل هذه يا لندرا الثورة قامت على التشغيل على البطالة في عودي نحكيو كيفاش باش ندخلوا لود فيتاس للبلاد الانترنت كيفاش باش نعملوا الكياسات كيفاش باش نعملوا المشاريع كيفاش باش نحلوا البلاد ونفسوا البلاد احنا توا حاشتنا بنقاش قومي حول النقاب حول النقاب به ستارق ستارق انت سامحني وين سامحني مو نقاش هو نقاش مش سؤال جواب خليني نكمل لك شات شويه خليني نكمل لك باش تفهم جوست لحظه انا كي نحل الانترنت ستارق نحل لي سيكونس نتاعك على اليوتيوب على الفيسبوك على ديلي موشن وغيرهم ديما نلقاو اول عناوين سيد طارق المكي يتهم الى اكوز انت سي طارق ديما تو اكوز تو الموند لكن شنو اقتراحاتك علاش تقعد انا اقتراحاتي واضحه من نهار الاول قلت ناخذ الدستور تاع 59 تو ولاو يقولوا فيه الكلام يتم تنقيحه في بعض الفصول نتاعهم البارح هو البارح بدات اللغه هذه في الاذاعات والتلفزه قعد دايخ انا قلت لهم صح النوم والوقاح الناس اللي كانت تدعو المجلس التاسيسي توا خرجت للناس توري في نفسها اللي هي معناتها ضد المجلس التاسيسي واحنا ما استانسوا بينا يحكوا لنا حكايه في الصباح ويرجعوا لنا بحكايه في العشيه يوم 14 جانفي وقفنا على عين الحريه دفنا تحت ساقنا وتسرقت والمسار من 14 جانفي لليوم بدون اي خجل ماهوش عاجبني لا في مساره لا في الناس اللي تقود فيه ولا في السياسيين اللي قاعدين طالعين يحكيوا بيه راه تمويه على يعني حتى حد ما عاجبك انت انا مش حكيت وجوه قداش ظهروا في التلفزيون في واحد 400 انا نقول لك البقيه عجبوني اللي ما ظهروش حتى انت ظهرت منهم سي طارق انا ظهرت والموقف نتاعي ظهرت بالكدا زاد شو الموقف نتاعي واضح ولن يتغير لانه حكايه مبادئ والمبدا نتاعي شنو هو لما نرى حاجه نقولها للشعب ما نموهش ما نكذبش شكون تتهم هنا؟ اتهم الناس اللي كانوا تعرفوهم الكل باش نقعد يزني ليستا يزمن كيميسيون بساعتين اللي يحكيونا على مزايا المجلس التاسيسي وتونس الجديدة ونبنيو تونس جديدة ونسميو رئيس ونسميو مدرا شنو ونسميو حكومة
اش عاملين؟ هم قاعدين يتعاركوا على الكراسي والصلاحيات، وعلى حكايه الكراسي والصلاحيات قعدت بيت انا النهضه بور اون فوا جو لا ديفون. توا التكتل والاخر داروا عليها تيمو صحوا معاه كي قامت القيامه جبدوا. شو اسمه البارح نسمع فيه سي بن جعفر مشكور قال له انا ديمقراطي، كي واحد يتحاور معايا نبدل راي. اما هو عنده مشكله ديمقراطي ياسر، كل يوم يبدل راي. كي صح الورقه مع النهضه يا اخي ما يقراش، ولا ثقافته فرنسويه عنده الورقه بالعربي، فهمني انت ماك صححت معاه. معناتها سياسيين انتهازيين يحكيوا للشعب حكايه في الصباح ويخرج، سامحوني في الكلمه، يستخيلوا الشعب ما يفهمش يحكي له حكايه في العشيه. هذا صاير فينا من نهار 14 جانفي. باهي انا ما فهمتش هذا الشعب نوهوا عليه وكذبوه، يعني الشعب يفهم ولا ما يفهمش؟ الشعب لا لوم عليه. الاعلام في اي بلاد في العالم الشعب كيفاش يختار؟ يختار بمعطيات اعلاميه. الاعلام التونسي، ساعة شنو الاعلام التونسي؟ كان ياخذوا جرايد الحبر تبدل والاقلام هي بيدها. اللي كانوا يتكلموا ب 7 نوفمبر ولاو يتكلموا على الثوره، وتوا ما راعني فيهم برشا ولاو يحكيوا على النهضه، كان يناظر مع النهضه. هذا واضح وما نخافش باش نقولوا، لاني نقعد بيت هكا ساعات يستدعوني كي العباد يقولوا لي ليش هي ما عجبك، كي نهبط نحكي مع الناس نوط في الارض نقول يا اخي انا وين. حتى الفيسبوك لي كومنتير ما يقلقونيش. هذا شوف الكومنتير ولا لا ما يقلقنيش، ما يقلقنيش، خلينا نقولوا خلينا نقول لك عليه ما يقلقنيش، باش نقول لك ما يقلقنيش. قول حتى 3000 كومنتير، خلوا لك المهدي المنتظر في هذوما. المهدي المنتظر هذوما ناس مشرين بالفلوس تقعد على الكلافي في اللغه هذه نعرفوها. الخدمه انت تملك الحقيقه، الخدمه اللي يخدموا فيها. جاوبني على السؤال، هل تملك الحقيقه؟ لا املك، لا املك الحقيقه. اما كي تقول لي هو السيد هذاك، امشي امشي البروفيل نتاعو تو نجبدو شكونه، فهمت؟ يجيني سيدة هي ماكسيمو ماكسيما وبيه وعليه، في هذه اللغه، اللغه هذه نعرفها. ولي باج لي فيسبوكر يعرفوهم المشرين ويعرفوهم بالضبط. الور المهدي المنتظر ولا رضا من موريال قال لي في الموزايك، قال لي رضا من موريال يقول انت سي طارق عندك برشا عاد. قلت شكون رضا؟ بالك شي بالحسن طرابلسي بدل اسمه رضا، جيبوا لي قد قدامي. هذه حكايه الفيسبوك، الشيء اللي يعملوا فيه ما ينجموش يعملوه معايا، خاطر انا عملته مع بن علي لي فو بروفيل خدمت بهم وقت كانت الناس ساكت. الور شوفوا واحد اخر يدبروها معاه في الفيسبوك. انت سامحني سي طارق، فما نحكي معاك شويه سي طارق، فما فما تذكر الكلمه وانا تنتقد يا سي طارق، تنتقد معناتها الناس اللي انت تنتقدك والناس اللي انت تقول راك كلامك ممكن يكون غلط. عليه غلط وعلى الظاهر صالح، معناتها هما مخلصينهم فلوس. فما برشا فيسبوك شطروا بروفيل، شطروا شطر الفيسبوك دي باج مشريين، اولادي عندهم دي باج وقربوهم باش يشريوهم، والناس الكل تعرف هذا، الناس الكل تعرفوا هذا. انا سي طارق علاش تحكي ديما كان بالفيسبوك؟ ما تنجمش تحكي بالواقع؟ انت هاك جبت لي على الفيسبوك الواقع في الشارع، اهبط هز الميكرو نتاعك برا شوف شكون واحد فرحان اليوم بالمستر السيسي، جيبه تفضل. كانوا نهبطوا للشارع تهرمت معاك بالميكرو تو، اي واحد وقف. المجلس الوطني التأسيس باش نحكم عليهم بعد اسبوع عمل يعني؟ انا قلت لهم راهي المهد لبدات ما زدت ما ريتو شيء. مازال. شنو اللي ينتظر فينا زعما؟ شنو اللي ينتظر فينا؟ حسب رايك. انا قلتها وما نرجعش فيها. الناس هذو باش يهزونا للهاويه. اكثر من بن علي؟ انا بن علي. انا بن علي. اكثر من رئيس بن علي؟ تعرفوش؟ هذوما كانوا يكملوا هكا. شكون هما هذو؟ السياسيين اللي شكونهم الاحزاب اللي ترى فيهم الكل على بعضها قاعده بال 217 فرد معناتها؟ لا مش الكل عليه. لا لا مش الكل، رؤوس الاحزاب اللي قاعده تتحاور على المصالح وعلى المقاعد باش يهزونا نشتاقوا بن علي. هما شكونهم؟ هذا كما سي بن جعفر، كما النهضه، كما سي شو اسمه المرزوقي، كما سي ندرى شكون، ناس تتعارك على الكراسي. البلاد انا ندور في البلاد، البطاله زادت، لي رابور تاع البنك سنترال يخوفوا يفجعوا،
ولا كلمة ولا كلمة. البنك سنترال مسؤول يعمل انترفيو ويقول لهم الشيء اللي يوجع القلب، حتى حزب ما بعث يشاور وينجد على الحالة المالية للبلاد. ولما راح حكومة باش تتنصب باش تبدا تخرج تونس من الأزمة الاقتصادية من البطالة، نسمعهم يقولوا باش يحلوا نقاش وطني على النقاب. وعندي نهارين نتفرج في التلفزة تفكرت 14 جانفي، البند 38، البند 34، البند مدرا شنو، كما كانوا البند 56 و57 من بند البند يغرقوا في الشعب في قلت ماء. علاش هذا في هذا الكل في خدمة هذا الكل سي طارق المكي، علاش الحزب من اجل الجمهورية الثانية الحزب نتاعك ما عمل حتى شيء وما قدمش روحه لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟ ما نقدمش روحي لانتخابات احتراما للشعب التونسي وما نقولوش الفلوس منين. تو انت تحكي لي تتهم في كل الاحزاب ما تقول لي ما نقدمش روحي احتراما للشعب التونسي. ما نتهمش، ايش نقول لك؟ انا اتحدى اي حزب يوري فلوسه منين في الانتخابات. وقلت المال هو سيلونير دو لاغير في السياسه. كاو حمله هذه لعبة سياسية لا مش اللعبة السياسية، هذه اللعبة المسخة اللي جرات من بعد 14 جانفي. هذا العالم كله يمشي هكذا. مش لا ما يمشيش. لكن مين تقترح يكون؟ تغلطوا في الناس كي تقولوا العالم الكل يمشي هكذا. باهي سامحني. نسحبوا سؤال، مين تقترح؟ نسحبوا سؤال مين تقترح؟ في أمريكا، في أمريكا الأموال، الأموال أنت مين تقترح؟ تقترحها يكون ساعة قانون لتمويل الأحزاب. مين؟ ماهوش موجود. واضح. نتفاهموا فيه. تقبل ما تحكي على المسألة. من المنخرطين. من المنخرطين. من الناس اللي تعاني في الفقر وفي البطالة. من شركات. وإلا من أي شركات؟ شركات الطرابلسية؟ أنا من منين جات الفلوس؟ نتاع الحملة الانتخابية؟ أنا نرفضها. أنا ما نعرفش. ها أنت ما تعرفش، أنت صحافي ما تعرفش، وأنا نقول لك. هو الشعب التونسي يجوا، فما ناس كيما أنا صحافي لا أملك الحقيقة كيف فما كي البي دي بي مثلا أنا شراه، وأنه بعد شهر من بعد 14 جانفي ولا شهرين مسؤول منه يتباهى قال ما احنا عندنا 250 مكتب. لا إله إلا الله. كي نشوفهم قبل بعام ولا عامين عملوا إضراب على 7 ملايين إضراب جوع باش يخلصوا اللوكال نتاعهم. يجي من بعد شهرين من الثورة 250 مكتب. المكتب باش تحلو نتاع حزب لا يقل حزب هذا البي دي بي هذا لا يقل حزب البي دي بي ولا غيره ما يقلش على 5000 دينار ما يقلش ما ينجمش كي تحسبوا بالمقلوب وبالوقف معناتها مليار و200 مليون ما فهمتش وقت البروموسبور واقف راه تو كان حتى فهم بروموسبور قولوا الور انا ما ندخلش في المسخ بيه انا لسائل ان يسال انت ناري واضح سامحني سي طارق واضح واضح صح هذا مدخول وصل للمساج لكن انت كي باش تحل يعني حزب باش يعني باش تاسس لحزب هذا عارف عليه وقادم عليه وتعرفه من قبل يظل لي خبرتك وحنكتك السياسيه تخليك تعرف هذا كل اذا علاش انت قلت باش نكون حزب من الاول باش نكون حزب وقلت لهم سيبدا في العمل من بعد 23 اكتوبر نبدا في العمل هو انا قاعدين نلموا في بعضنا وعطيت حاجه بالويت تاعنا زيت مسكر عطيت حاجه بها قلت لهم هذايا باش تاملوا واني انا نجيب الفلوس نحيهم من فخاخكم الشباب في نابل في برشا بلايص قاعد يخدم يلم قلت لهم كي تلموا وقتها انا بيدي حتى من لحمي نحت شكون اللي يلم؟ الاولاد عندي عندنا برشا شباب عليه بديتوا تلموا في الفلوس؟ اي يلموا في بعضهم واحد باش ياخذ كرسي الاخر باش ياخذ بيرو الاخر باش يدبر والتمويل كيفاش منين؟ تعليه تمويل هما كي يتلموا 20 25 تمويل شخصي يعني؟ اي شخصي ويمشي لعمه ويمشي لعمه هذاك هو النظام السياسي عندي انا ما نمشيش للطرابلسيه الاموال الطرابلسيه نمول نجي نكذب على العباد بالديمقراطيه ولا حتى كان ما يحل حتى مكتب خليه يقعد هكا حكايه مبادئ المبادئ لا بيع ولا شراء فيهم وقلت وان المجلس التاسيسي اذا كان فما اموال مسخه في حمله انتخابيه تعطي نواب ومجالس مسخه كيف كيف وهذا والله لن نرجع فيه حتى كان تقص رقبتي. واضح. به انت قلت كلمه مهمه جدا على الاحداث اللي صارت في جامعه منوبه اللي ممكن اخذت امبلور كبيره الاحداث هذه اكثر من لازم. قلت ما عاملينها. قلت انه فما تحويل وجهه معناتها للمسائل الحقيقيه والمشاكل الحقيقيه هي. في تونس. في اخر سيكونس اللي ريتها على الفيسبوك قلت حاجه مهمه ياسر وانا شخصيا بهت كي قلت. قلت ندمت على معارضه بن علي. ندمت.
ندمت على شيء. سي طارق استنى نكلمك. لا انا نتحمل مسؤوليتي. انا عرفت وقت اللي عرفت والمعارضين هذا كل مش موجودين. سي طارق عملت مسلسل لا 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 ماجيك وما انا على بلادك كراف وهذا مبزع يخطب باسم الشهداء والثوره ندمت على التعيد بن علي. شنو علاقه هذا على خاطر انا اللي كان مخوفني من 17 ديسمبر ل 14 جانفي كل ليله نقولوا راهي تنحيت بن علي اللي تنحيت بن علي باش يضرنا اكثر من وجود بن علي. ولا من الناس انت كنت معارض بن علي ولا النظام السياسي؟ نظام بن علي. اي ندمت؟ عليه ندمت لان من نهار 14 جانفي خذينا مسار غلط 100%. انا تمنيت وان تكون تنحيت بن علي على قاعده الشعب يتحرر فيها، ولكن الشعب التونسي والشباب التونسي لحد في حاجه ويزموا التجربه السياسيه باش يفهمها، وان شاء الله عندي الامل وانه الشباب تونس يفهم وانه الشيء هذايا نتاع منوبه كيما الفيلم اللي خرج في الافريكا وغيره هذاك اجراء تمويه للشعب باش ينسى الامور الصحيحه. باهي نعاود نقول مره اخرى ما تسحبهاش كلمتك يعني. شنو انك ندمت على الشيء اللي راه فيه اليوم؟ انك ندمت على معارضه بن علي على الشيء اللي راه فيه اليوم؟ اسحبها خير سيدي. لا على الشيء اللي راه فيه اليوم من ماشيه تونس ندمت. نقول لكم على وين ماشيه تونس؟ ماشيه الى الهاويه. اليوم قواده نتاع بن علي. قواده نتاع بن علي. ها؟ صاروا يتكلموا بس فسر فسر للشعب هو قاعدين يسمعوا فيه. فسر بالشعب عليه خذوا الصريح. وين ماشيه؟ وين ماشيه تونس؟ جريده. شنو هو؟ تعمل دوره في الجنوب. معناتها الهاويه. الهاويه هابط في الجنوب. شوف حالة البلاد، شوف حالة التمزق، البرمة ما تخدمش، جرافات في الفوسفات، جرافات ويموهوا على العباد، عليه هذا كله؟ شكون سبب هذا الكل؟ السياسيين من نهار الأول، نزيدوكم نعطيه اللي يسكت أعطيه زيدوا، ما خرجوش للشعب، كلموه بصراحة، راهي البلاد فيها شكا، رانا باش نعملوا هكا باش نوصلوكم إلى بر الأمان هكا. المواطن العادي يستخيل البلاد فيها الفلوس وتحت تطلب المطالب. وثورة عملوها ناس بطالة وعملوها على الكرامة وصلت عباد تخلص في 1,700,000 وتقرف تحب على الزيادة وزادوه. باهي نعطيك سؤال سأله لك وليد بن بلقاسم، قالك سي طارق ما تنجمش تحكينا على الأسباب العميقة اللي فشلكم سياسيا وإيديولوجيا، هل هو أنه جبن منكم في عدم تقدمكم للانتخابات المجلس التأسيسي؟ ثانيا مشكلتكم اليوم في تونس الهوية أم الحزب أو إيديولوجيات زائفة وزائلة؟ ثالثا رأيك في أحداث قفصة؟ هذا سؤال ممكن أبار. هو قال لي الفشل السياسي، ما فشلت السياسي سامحني قل له عندي ما فشلت. ثانيا أنا أكره الإيديولوجيات والهوية التونسية قعدت بات. قال لك في الانتخابات استرجعنا الهوية، شبيه الهوية كان ضايع. احنا ديما نقولها، احنا التونسي كيفاش يعرف نفسه؟ أنا مسلم لاني إسلامي ولاني لايك مسلم، اقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، ننتمي الى العروبه نسبه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واحنا في محيطنا المتوسطي لنا تاريخنا يبدا من البربر. هذه ما عندنا حتى مشكله. شنو تجيبوا بالنسبه لعدم تقدمكم لانتخابات المجلس التاسيسي؟ كنت نجاوب فيه الجواب هذا. قال لك انه جبن هذا. هو يراه جبن بارك الله فيه. كان يكون لي اسهل ياسر باش نتقدم ونبدا نكذب عليكم. انا ما نكذبش، ما ندخلش المجلس عارف باش يهز تونس الهاوي، عندي قناعه رافعه ما ندخلش. يعني انت عارف انه باش يهز يعني تونس الهاوي، قلت خليني نقعد بعيد. لا ما قعدتش بعيد سامحني، ما تتهمنيش اتهامات باطله. نسال فيك انا. لا 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 ما تسالنيش، يسير حوار راهو حوار. انا وصلك انا وصلك بعض كلمات الناس. لا يا عايش كلمات الناس. لا هذا مش كلمات الناس، كلمات الناس تعمل كلامي انا. لا لا كلمات الناس ولا موجهيني ولا اعطيني فلوس. لا لا والله لا لا خليك. عندي 8 أشهر والناس ماشيه في الطيار هذا وانا نقول لا، والتسجيلات موجوده سواء في التلفزيون سواء في الراديو سواء في الفيسبوك، ولكن ما نجمش نجبر شعب على حاجه ما عنديش عليها قوه. لازمك تكون في وقت من الاوقات تكون ديمقراطي، ولو انا الديمقراطيه تلغميشها ما نحبوش ياسر. انا نامن بالعداله. قلت لهم قمه العداله في تونس انا راخص حتى بطاقه التعريف ما يبداش فيها عامل من تالي تاريخ نتاع تخلف. تونسي تونسي عندك عدد، اذا كان كروشيرشي العدد نتاعك يخرج. فهمت كما في البلدان المتقدمه. تونسي احنا تونس اش حابين؟ مقهورين من ولد فلان وولد فلان ولي باس دروا وبالاكتاف. هذاك اش حشنا به. والديمقراطيه
تنزل بطبعها من العدالة لما في الصندوق ما يدلش. بس تعرف سي طارق انت تعرف انه رجل السياسة باش يكون عنده اعداء. تحكي لي على قفص، خلينا نكمل على قفص باش نجيك على قفص. باهي هذا باش نرجعوا للموضوع. قلنا انه رجل السياسة ديما انه عنده اعداء سياسيين، هذا معروف، عنده منافسين، فما معارضين بالعبارة السياسية. انت كانك مقبل، كان اسمع فيك ما قبلتش الشيء هذا، قلت خل نجبد روحي شوية. ما نقبلش معارضين. نهار 13 جانفي كانوا يشكروا في بن علي وقال لك والله هذا خطاب منهجي نستناو فيه. اللي هما موجودين تو في المجلس. كلهم موجودين يا اخي، شنو؟ كلهم كانوا يشكروا في بن علي. الكل ما فماش واحد نهار 13 جانفي قال بن علي يخرج. وريهولي. منصف المرزوقي. منصف المرزوقي هو الوحيد قال له هز فلوسك واولادك واخرج علينا. رشد الغنوشي. رشد الغنوشي عمره ما قال. حمل همامي. لا 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 ما قالولوش اخرج. هذول عندها تبع فيسبوك. لا تبع في الفيسبوك. موجودين سيكونس. مانيش تبع فيه. انت تبع، انا تبع لك هاكا الجزيره كم موجودين لي سيكونس. جيب لي واحد نهار 13 جانفي قال له برا روح. ها هو زهاني قلت لك في المرزوقي هو في المجلس الوطني التاسيسي. المجلس التاسيسي المنصف المرزوقي الوحيد يمكن ظنته في حقه قال له هز هز بناتك وحوايجك وفلوسك واخرج علينا. وانا نقول لهم لا ما يهزش فلوسه، على خاطر يهز فلوسه هذيك فلوس الشعب. اما عطيني بن ابراهيم، عطيني دكتور بن جعفر، عطيني الشابي، عطيني شكون قال له اخرج؟ حتى حد ما قال له اخرج. قال لك هذايا معناتها نجموا نبنيه وطالبوا من النهار الاول على الكريسي. تشكيل حكومة وطنية. ما قالوش بلا. لكن شكون كان يتكلم وقتها سي يا ولدي؟ ما سي فاسيل واحد باش يبدا في بلاد أخرى يتكلم على تونس. يا ولدي علاه سي فاسيل؟ نهار 13 جانفي فما ناس مسجلة في الراديوات تبكي على بن علي. تبكي بالدموع، اليوم يحكي باسم الثورة. خي شنو هو باش كيما شكون باش تجيو باش تجيو تعملوا كيما عمل بن علي ما قبل 7 نوفمبر وما بعد 7 نوفمبر، معناتها مسحوها البلاد. تي موجودين تسجيلاتهم موجودين. واضح. خي لازم نسمي، انا مانيش هنا باش نسمي، جيبوهم لي وحدكم انتم خدمة صحفيين اجبدوه. عليه. بسيس وقت مشى للحنباعي شطر الكلام تاعو نحوه برا ونجروه هو. نقول لكم شكون هز في كرابته نهار 13 يرعش مع راشين الحنباعي. اليوم يحكي باسم الثورة. شكون اللي هز؟ ما نعرفش برأيي. انا هذا نحكي في فقرة اسمها بلاش نفاخ وانت مقبل هيك تنقول لك شكون. لا تو علاه نتنفقوا على الشعب يا اخي، الشعب ما يعرفهمش كانوا يحكيوا. ارجع نحكي لي على احداث قفصة. احداث قفصة الأخرانية تو ولات لموضة في البلاد. عدة أحداث موجهة أنا ضد ساعة التكسير. كي تكسر كار في قفصة تكسر في ساقين القفصة. أنت مراش تكسير خاصة نتاع نقل عمومي. نقل عمومي شكون مستنفع به؟ الزوالي. ها؟ الوليد الصغير في قفصة. احنا ناقصين ونزيدوا نكسروها. شنو هي هذه؟ باهي ضد العنف، لكن اللي صار يعني خاصة على شركة فوسفات قفصة تسميات. كل شيء اللي صار من بعد 14 جانفي فرد سيستم وقبل 7 نوفمبر. والناس تلوم على جماعة قفصة وعلى المتلوي. لكن التنمية نتاع البلدان هذيك يلزمها تكون واضحة ويحكيوا مع الناس هذوما ويوضحوا لهم امورهم. اللي يجي يوعد بالكذب ويتعدى ويمشي. تو قلت انا مثلا نهار في التلفزه قلت لهم سامحوني، المتلوي ديما قايمة قاعدة. المتلوي ما ينجم يكون فيها ديفلوبمون الا ما يكون انتجري. تو فما قدام الخدام يخدم في صفاقة قفصة. علاه ما فماش معمل نتاع صبابط في قفصة يخدم لهم صبابط اليوم؟ علاه ما فماش معمل توني ترافاي نتاعهم هما يخدمها؟ علاش وعلاش وعلاش وعلاش؟ باهي هذوما ناس يحسوا في نفسهم يخدموا ويعطيوا لغيرهم. سبحان الله. باهي سي طارق مكي ضيفنا الليله في بلاش نفاق، مازلنا معاك بعد الاخبار نتاع 10:30 على راديو شباب، اقعدوا معنا هنا راجعين. ماخذ راحتك وتحكي من غير نفاق. ماخذ راحتي انا عندي حاجة ديما اللي ضدها يمكن الناس يلوموا علي على خاطر نتكلم بلاش نفاق ياسر. باهي أنت تقبل الرأي الآخر بطبيعة الحال، شوية لي كومنتيغ من اللي وصلوا من برشا بطبيعة الحال ما نجمش نقرا الكل. قال لك حديري خليل، حيدري خليل قال لك السيد طارق فإن لم تستحي فافعل ما شئت. قال كيفاش تنتقد الأغلبية اللي نجحوا في الانتخابات؟ يعني الأحزاب كلها قاعدة تخدم لحد الآن لإئتلاف وطني وأنت قاعد تقوم بمغالطتنا، وذلك يعكس معناتها الخلفية نتاعك
الحزبيه. فما شكون قال لك كلام، سمعني نجاوب على فما شكون قال لك كلام صحيح او حاجه باهيه تفرحك؟ لا ما يفرح. اسمعني انت كي تبدا في الساحه العموميه فما شكون اللي معاك، فما شكون بالطبيعه بالطبيعه. السيد هذا نحترم راي هذاك، علاش ما نعرفش على شنو يحكي الحزبيه، ما عنديش حزب مسكر تو. ويقول لي الناس قاعده تخدم على الائتلاف الوطني، هي هاني نشوف فيهم تعرف صح وما بعضهم ثلاثه ومن بعد داروا على بعضهم يخدموا على الائتلاف بالمجد. انا هذه الحكايه اللي قاعده صايره باش نحب من غير نفاق نقولها من غير نفاق. هو قال لك واحد قال لك يا سي طارق بربي ثبت في عنوان الفقره اسمها راي بلاش نفاق. باش نفهمكم اش قاعد صاير تو في تلموا الاحزاب. قالوا هذا نحسبوه الفرق نتاع بن علي، التركه نتاع بن علي اش خلاها. فما جماعه الناس يا جماعه قالوا طفناه مع بعضنا، الكل على الانتخابات عملناها مع بعضنا، والمجلس التاسيسي عيطنا عليه مع بعضنا، وموانا على الشعب مع بعضنا، انتم تاكلوا واحنا لا ما تجيش، الكلهم يفرقوا في المناصب. باهي سي طارق مكي، انت ترى انه المجلس التاسيسي ماشي حد ما وراه في مصلحه تونس، ماشي في ثنيه غالطه وما عندوش مصلحه تونس. السياسيين ما همش سياسيين ويحبوا معناتها كان مصالحهم الشخصيه، الناس كلها ما يفهم حد شيء. رايك انت شنو حسب رايك المسار اللي كانوا خذيته تونس منذ 14 جانفي؟ يوم 14 جانفي اول حاجه فؤاد المبزع والغنوشي والقلال حقهم في حساب الموقوفين، مش هما يخرجوا يتكلموا باسم الثوره وياخذوا مسار البلاد. والبلاد حق خذت مسار اخر وهو فما ناس عبثت فساد، بن علي ما عملش كل شيء وحده، فما ناس رجال اعمال كبار استغلت ظروف وجود العائلة المالكة وعملوا معاهم مفاريات كبار، فما قضاء كان يجب تنظيفه، ولما نقول قضاء مش قضاة برك، من محامين من عدول منفذين من ناس كانت تخدم لمصالح أشخاص ومصالحها الخاصة على حسب حقوق الشعب التونسي، كانت تجرى زادة تصفية في البنوك التونسية. عماد الطرابلسي وغيره ما يعرفش يكتب اسمه على قله، شكون عمل لهم لي مونتاج فينانسي؟ كلهم تبرعوا. اليوم عندنا رجل اعمال بركه في السجن اللي هو القبي، ما نعرفش عليه وحده يا اخي، يمكن من اقل من اللي عبثوا. شو الطالب يعني؟ لا لا طالب بمحاكم شعبيه؟ لا مش محاكم شعبيه، انا مانيش احنا دوله متحضره. كنت ديما ادعو حتى من قبل لما اعطيت راي من 2008 في الحكايه دي. نهار تنحى بن علي بعث وكاله خاصه للجمهوريه تحاسب الفساد باش الشعب ياخذ حقه ويفهم شكون سرقه، ونعطيه المعطيات الصحيحه للشعب الحقيقيه للدوله من غير تمويه. وزاد فما حاجه كبيره ياسر حقها تعملت، وهي فتح السجلات اللي في الداخليه باش الشعب التونسي يعرف شكون السيد اللي يحكي على السياسه وباسم الثوره، يعرفوا شكونه كيما عملوا في البلدان الشرقيه في بولونيا ولا في ما يجبدوش الناس كل. اما كي تحب تعمل السياسه وتحب تقدم روحك يجبدوا لك يقول لك هذا يخدم صباب، خدم مع ستازي، واحد واحد ويتك، فهمت؟ هذا كله ما جراش، وجرات انتخابات كذبوا فيها على الشعب كيفاش بتجرى. قعدنا مهزله، جابوا صناديق اقتراع من النرويج وراهمنا في التلفزة، ولكن نموذج جابوه من بنغلاديش. تونس قعد 23 يوم باش خرجوا لي ريزولتا ديفينيتيف. هذا كله ما يعجبش، ما حقه صار. واش حقه صار خاصة وانا ديما نقول تنحيت بن علي، اللي تنحيت بن علي مش للديمقراطية، اليوم تهز ورقة الديمقراطية ما تشري بها شيء عند العطار. حقنا فتحنا معناتها ملف البطالة وصررنا شعب وقلنا له الحقيقة، مش نموه عليه، هاي الدولة باش تعمل مصنع، يكذبوا عليهم. هاو عندهم 8 شهور عملوا شي حاجة، البطالة زاد. الدولة ديما نقول. يعني في بضع أسابيع باش تولي معناتها 704900 بطال ولا معطل عن العمل. لا لا لا. باش يخدموهم الكل في أسابيع هذا. الشعب التونسي يفهم كي تعطيه الحقيقة. وتقول له يلزمني تصبر علي عام من زمان ورانا باش. ولكن فما بعض الأطراف تفركس في الفتنة. الأطراف. وهذا عادي جدا. الأطراف. اللي تفركس في الفتنه هم المجلس الوطني التاسيسي مموله مموله، والاعتصامات 90% من اللي جرات في تونس مموله من اموال مسخه نتاع الناس حقهم في الحبس. هذا يلزمكم تفهموا الخطوره نتاعو شنو،
الناس هذوما مسيبه. شكون هما الناس هذوما؟ اللي حقهم تحاسبوا. انا مش سي طارق راهو بلاش نفاق عايشك. شكون هما الناس هذوما؟ تو انت تسمي لي انا نقول لك مثلا رجال ولا من طرف شكون؟ انا نقول لك مثلا في رجال الاعمال اللي معفنين الجو نتاع الاعمال في تونس. تو تجي تحكي لشاب تونسي في جبس مثلا حكيت معاه نتاع جبس قال لي قلت له تقول له اقتصاد حيوي يقول لي احنا المعمل نتاع الكيمياء نتاع جبس ما انا قاعدين نتنفسوا منه كان في السم ونسمعوا به يربح في المليارات لتونس. اي تونسي اي شاب تونسي اليوم والشعب التونسي يقول فما ظاهره فما العباد ما عادش تحب تخدم يقولوا نقول لك عليه ما عادش يحبوا يخدموا توا الشعب التونسي يحب يخدم الفايدته ما عادش يحب يخدم الفلان والفلان وهذايا يلزم كانت كلمه ديما عند بن علي ما عمرها ما طبقت نعرف التوانسه كرهوها ما احوجنا منها ليها خاطر بن علي كان يتكلم كلام ويعمل شيء هي الشفافيه التونسي اليوم معايشينه في المهموطة حتى من الأحزاب اللي عملوهم له غلطة ياسر ما هواش حزب سبحان الله راه ناس كانوا يمجدوا بن علي ونجي لهنا يقولوا لي كان معارض ها معارض هذاك الجرايد خدمتها ما خدمت حتى خدمة تمالي الجرايد أول ناس كانت تقفف بن علي بيه على ذكر الجرايد هات نعطيك بعض العناوين اللي موجوده اللي في الجرايد انت حسب ما فهمت من كلامك المسار الصحيح اللي ريته معناتها كان ينجم يصير بعد 14 جانفي هي عرض جميع الحقائق والشفافيه باش جريت الشعب سامحني في الانتخابات يعملوا ليستا نتاع تجمعين يقول لك سريه ما نحطوهاش معناتها الشعب ديما قصر الشعب ما عندوش الحق باش يعرف عبد الرزاق فاس قال لك يا سي طارق هذا يسميها خبزة الجاتو يحبوا يقسموها الناس الكل هذه قلتها الأولانية أنا ضمن خبزة الجاتو يقسموها معروفة هي كلمة خبز الجاتو ولا الكعكة يعني معروفة في العالم أجمع سي طارق هذا قيس بالريمة قالك انتهى عهد الخوف ولن يخيفنا يعني حتى حد والشارع هو اللي يختار والشعب هو اللي يختار في الوقت الحالي ولكن الشعب يلزمك تعطيه المعطيات الصحيحة قالك أساندك في الرأي فيما قلت على صفحات الفيسبوك الكبرى أكثرها مرتزقة من حزب النهضة قال وهو سمى كان الحزب هذايا حسب قيس بالريمة بطبيعة الحال بعد قال كلام لا الحزب الكل عندهم ديباج وعندهم بيه. بيه. اخبار الجمهوريه باش نعطيك بعض العناوين اللي موجوده في جرايد اليوم هذايا جريده اخبار الجمهوريه عنوان بالكبير حاطين حذاري من عوده الدكتاتوريه تعليقك احنا فيها دكتاتوريه الاحزاب تو صح النوم هذا هو تعليقي بيه. صعود الاسلام السياسي الى سده الحكم والغرب مسانده ام ضغوطات كيفاش تفسر يعني نجم نقولوا البلدان العربية أغلبيتها الآن كما تونس كما المغرب كما ليبيا كما مصر عودة الأحزاب اللي عندها مرجعية دينية وفوزها في الانتخابات ما أسهلش من برنامج ديني وقت الشعب يبدأ خايف وقت الشعوب العربية كلها خايفة سمعني كلمك أنا مانيش اختصاصي في العالم العربي أما من منطلق تونس لما راى الناس السياسيين قاعدين يكذبوا عليا الروم الانسان اللي يحكي لي بربي النهضه الناس اللي صوتت للنهضه فيهم ناس ما يصليوش ربي يخفف عليهم في البارات يتوب عليهم تقولوا عليه يقول لك انا مسلم وهذوما الناس هذو اللي تحكي بالديمقراطيه وكل يخوفوني كي راى النساء الديمقراطيات اللي انا سميتهم الميعات الديمقراطيات تحب تنحي الفاتحه من تونس وتحب ترد الارث كالراجل كالمراه يقول لك يا اخويا النهضه خير من هذا والنهضه فاهمه العمليه هذه كل وخطاب فهم برشا عباد مشى صوت قال لك الحمد لله هاني صوت يسخن نفسه داخل الجنه كي صوت هذه متعلق بتونس لكن اكيد عندك في العالم العربي عندك تحليل بالنسبه والضغوطات الاجتماعيه والطبقه السراق نتاع الحكام العرب خلات ناس في الفقر في حاله رثه معناتها بالنسبه لك انت حتى حد منتخب مثلا حزب النهضه في تونس اللي نحكي تونس على خاطر برنامجه او على خاطر شنو النقاط برنامج شنو برنامج او على خاطر النقاط اللي باش يقترحها في الدستور برنامج النهضه انا ريته ريته في البرامج التلفزيه تلبس البيكيني ما يسالش تلبس النقاب ما يسالش ما فهمت شيء انا ساعات نقول ترى واحد من النهضه يتكلم تقول هذايا توا ما نعرفش واحد لايكي توا يقوم يعارضوا كثرورها من الانفتاح النهضه حساب الحكم وكما قلت كما الربوة اللي باش طلع عليها الشعب بالسياسه طلعوا هما توا غلطين قاعدين يزبوا شمينها مش من رجله
فوق الربوة فما التوتة والحساب تحت التوتة وظهروا على حقيقتهم الكل في المجلس التأسيسي. فرد ثقافة سياسية هم التجمع يكرتي طول الموند اللي قضوا به بارك الله فيه وتعدوا وصحح معايا ومن بعد نشدك بوراق كما عملوا المرزوقي كما عملوا الاخر. وتوا اذا كان المرزوقي ولا غيره ما يرضاش عندهم برشا عطيه 30 مليون يشد قصر كرتاج يعرفوا هذه مش مشكلة. هذا هو اللي صاير. اي قبيليك اللي قالت لك يعني قالت كلام ممكن عجبكش انت قلت هذوما الممولين قالت والله الرجل ساعات يحكي كلام حاجات صحيحه هاي بدلت رايها فجاه فما برشا يحبوا اسمع والله انا ما عندي معهم شيء الشباب بتاع تونس عندي حاجه برك يحبوا كونتاكت المشكله الوحيده تربينا ياسر عاطفيين ياسر بالعاطفه ياسر وما نلومش عليهم على ما موهوم ولا ديما نقولها كلمه في الصباح ترد تهز وكلمه في العشيه تهز وترد. شنو نقولك في تصريحات البيجي قايد السبسي؟ البيجي قايد السبسي تاع اليوم نحكي تسع شهور هذوما اللي قعدت فيهم انا كي طلع قلت بارك الله فيه توا راجل كبير اما اعطيته شروط منها تكوين وكاله خاصه للجمهوريه منها تنظيف القضاء معروفه قلت ما نعطيش شيكون بلون وطلعت من بعد شهر قلت خليه له الوقت انسان مش حد روحه على الكرسي باش ينفذ لازم تكون عقلاني ما راعني وانه فشل تاما وعرضته شي شد التاريخ منه عمل زوج قوانين كبار قانون للمحامين كان تونس مزروب عليه وقانون على الشيكات سون بروفيزيون جاء للانتخابات وللتمويل للانتخابات لقى الخاتيني هو السي جندوبي القضاء انا خاتيني شنو اللي عمل وفهم حاجه هذه نحب نقولها للشباب هو انه حكومه الباجي قايد السبسي هذا قبل ما تستقيل وقبل ما يخرجوا النتائج الرسميه نتاع الانتخابات الحكومه اصدرت وخدمت على مشروع نتاع ميزانيه تكون الجبايه فيه الماليه حسب مقاييس الاقتصاد الاسلامي ما يعبر عنه بالاقتصاد الاسلامي معناتها الامور محضره مع النهضه قبل ثلاثة اربع اشهر. هذه اتهامات خطيره سي لا مش خطيره، علاش خطيره؟ هذه لغه بن علي خطيره يا اخي انا نكذب هم حطوها في التليتكست تقول الحكومه حضرتها يا اخي نكذب عليهم انا. شنو هو الاتهامات خطيره؟ كل شيء خطير في البلاد هذه. تو انت كي قلت قبيليك كلمه شفافيه كان يقول فيها بن علي سامحني كلمه باهي انا كي قلت اتهامات خطيره ماهيش خطيره يا عيشك هذه هي الحقيقه. إذا كان الحقيقة خطيرة هذيك حاجة حقيقة هذه اللي كنت لا مش عيني أنا هذا في التيلي تكست علنوا عليه ونتحمل مسؤوليته ونتحداهم عملوا اللواء تتماشى معك كذا كذا إيش الرأي اليوم سي الباجي قايد السبسي قال لك أنا ما راعني إلا ما يتكالبوا على البلايص يصح أنه كما قلنا لك قلنا لك اختارنا من المجلس التأسيسي أقل هو أعمل استفتاء خلي نشوفوا الشعب يحب على المجلس التأسيسي ولا قال حب من أحب وكره من كره ماشيين المجلس التأسيسي وكان عنده كلمة ديما يقولها بالله اسكتوا خلينا نعرفوا شنو نعملوا أنا اليوم نقول لك اسكت خلينا نعرفوا احنا شنو نعملوا مع احتراماتي ليك أنت باسم شكون هوني تتكلم أنا بالنسبة لي أنا قال خرج قال بالله اسكتوا أنتم الشباب هذوما نعرفوا شنو نعملوا احنا ما لا اسكت خلينا احنا توا نقصيو الشيء اللي قررته أنت ما حسبتش الفساد في تونس خليت تمويل الاحزاب مسيب تبريت من مسؤوليات الكل لا انا خاتيني مرحله انتقاليه اش تحب اليوم تحب على مستقبل سياسي كنت تحب على مستقبل سياسي تخرج وتعلن عليه علنا تو مي سي طارق سي طارق المكي باش تقدم روحك في الانتخابات باش ترشح روحك للانتخابات الرئاسيه هما يحبوا نحيوا حكايه رئيس الجمهوريه نحيوا مخكم بيه تي نحيهم هما تعرفش يحبوه انت باش ترشح روحك للانتخابات ولا تعرفش جاوبني جاوبني لا تنجدني على حاجه تقول لي بالله انت توا باش تمشي توا للشط وينو الشط؟ تجبيك جاوبني قبيلك في الكواليس يا ودي انا هذه حكايه انتخابات رئاسيه هذوما الناس جايين باش يعملوا نظام برلماني ما فيهش رئيس خبيس الجاتو نقسموه تحب انت رئيس كيفاش يكون يعني عنده صلاحيات عنده الصلاحيات وخوفونا بكل لغه لا ما عادش نحبوا رئيس يحكم فينا انا نعطيك امثله البرازيل خرجت بحكم رئاسي من الديكتاتوريه وشوفوها وين بيرو باقي تعيش في فقر البرازيل شويه
في نمو اقتصادي لكن باقي تعيش في فقر كبير. اسمع عايشك، لما تشوف الارقام قداه كانت طبقه من الشعب في الفقر، واليوم قداش في البرازيل؟ البرازيل اليوم القوى العظمى. باهي واضح، هذا مش موضوعنا. جاوبني على السؤال، بين عام ام لا؟ احنا جاوبنا يا سي طارق، حطونا في مخنا وانا قلت لكم راهو تونس عمره ما كان عندها رئيس دوله. يا سي طارق جاوبني، انا جاوبتني قبيله. سامحني، باش تقدم روحك اللي باش ترشح روحك للانتخابات للانتخابات الرئاسيه، نعم ام لا؟ بشروط، اذا كان فما قانون انتخابي، واذا كان فما هيئه انتخابيه محترمه، مش تخرج الانتخابات بعد 23 يوم تحكي بالدمغجه وتكذب على العباد، وتكون رقابه دوليه باش حتى تونسي ما يشك، وتكون النتائج في 24 ساعه مش 23 يوم. ساتقدم، ولكن هذا راه مش يحبوا لكم عليه. فما ناس غاذوني شباب مشاو المجلس التاسيسي يسخر نفسه باش ينتخب الرئيس. نضحك يا ودي ليه؟ قلت له كيفاش هاو قالوا لنا؟ يا ودي قالوا لكم كل شيء الا صحيح ما تقولكمش. سي طارق شكون تعطي ثقه بعد هذا الكل؟ الهيئه العليا للانتخابات غلطه، السياسيين غلطين، الحكومه الهيئه العليا من جات الهيئه العليا ذاقت بيك تونس، انت ذاقت بيك تونس. باهي جاوبني على السؤال، شكون تعطي الثقه انت يا سي طارق؟ ما سميت لي حتى انسان، ما تقوليش للشعب، للشعب هو باش يمشي يهبط 10 بلايين باش يعملوا حكومه، اعطيني اسماء. في الظرف اللي جرى بعد 14 جانفي انضاف الكل تكاهم، وانا ثقتي في الشعب التونسي، واللي مش صادق مع الشعب ما يشدش روحه. لكن هذوما افراد من افراد الشعب. شكونهم؟ اللي موجودين. ما عادش بيه احنا 10 ملايين وقلت ولايه احنا. باهي، شكون تعطي ثقه اذا؟ انا نعطي ثقه للناس اللي ساكته. شنو هو ساكته؟ شكونهم مثلا؟ امثله مثلا. عليها عندنا في تونس عندنا طاقات كبيره ياسر، ونحب في اليوم بالله نحب يقولوا لي حتى شيء ما يعجبني، وانا نمشي ونشكر فيهم. هي الاداره التونسيه. لا حكومه لا حتى شيء، الاداره تخدم. لا تقص ماء في بلاد. لا ضوء. لا الخدمات، وزارة الصحة نحب نشكرها، رغم معناتها تمشي الأورجونس محلولة، الدويات عمرها ما تقطعت، عليه الدولة التونسية موجودة، المترو يمشي، القيران تمشي. صارت اعتصامات في وقت ما وقت. صارت اعتصامات تجرى، نهار جراف في دولة تجرى، أما الخدمات نتاع التونسي الكل، ونطلب من الشعب التونسي كي يمشي الإدارة ما يمشيش بتوتر أعصاب، لأنهم هو بيدهم قاعدين يقوموا مجهود جبار، وراهم مكبوت علي مكبوتين اكثر منكم وفادين اكثر منكم، ويقدموا في الخدمات الاساسيه للشعب التونسي. علاه ما يعجبني حد؟ هذا مش نحطهم في الحكومه يعني حسب رايك؟ لا لا لا، مش تحط في الحكومه. انا يا اخي الحكومه نتاع الغنوشي عجبتني، مجايبين لي اربع وزراء من فرنسا، فيهم حتى اللي ما يعرفش يكتب بالعربي. محمد الغنوشي تقصد؟ اي محمد الغنوشي. وخليهم باجي قائد سبسي. هما توانسه في الاخير جايين من فرنسا ولا حتى من المريخ؟ يا خشبي توانسه يا اخي، احنا ما عندناش توانسه. انت كتبت عايش في فرنسا ما تعرفش حتى تتكلم بالعربي، مولود في فرنسا. يا اخي كيما الانسان اللي مستانس يلعب حياته كامله في الجازون، تهبطوا في بطحه ما يعرفش يكور. مش يدوروا عليك راهو هذا؟ لا لا، يدوروا علي، علاه يدوروا علي. انت كنت عايش في كندا؟ لا عايش في كندا يا اخي، رزق بابا الكندا. انا مشيت لكندا ويجبر لعلمك انت، انا تربيت في الشونت، تربيت في الكريرات، تربيت في نرفها تونس نقبه نقبه. ساعات كي نهار مشيت قال لي تعرف القصر انت، القصر في قفصه، قلت له ونعدته على الواد اللي يتعدى كيفاش يعمل؟ قال لي بربي، قلت له والله. يعيشك. و تقول لي تونس شكون فيها؟ فيها طاقات كبيره ياسر، ياسر كبيره. مش انا ما شككتش راهو سيدي، قلت لك تونس شكون فيها، قلت لك اللي شكون تعطي الثقه، ما تقونيش في كلام ما قلتوش. سياسيا الناس، نعم سياسيا اللي تلعب على الساحه اليوم الكلها الكلها اعداء 99.99%. هذا رجعنا لها بها. اعداء الجمهوريه الثانيه. وانا قلت في الكلمه الاولى اللي قلتها في جوان 2007، عشنا تحت بن علي وفدينا منه، وخرج نظام بن علي من صلب النظام الاول. العباد هذوما من صلب نظام بن علي، ونقول لك عليه. الشباب التونسي يلزم وقت باش يفهم، ونعرف باش يجي اليقين هذا، وان المعارضه نتاع بن علي، يعني هذوما من صلب بن علي، الناس اللي في المجلس السلطاني التاسيسي اللي انتخبوهم التوانسه. سامحني كلمة، اللي انتخبوهم التوانسه. سامحني كلمك. المعارضه التونسيه الاحزاب هذوما من صلب نظام بن علي كان عندهم دور معين من بن علي، موافقين عليه، واليوم الشعب التونسي اعطاهم ثقتهم. نعرف وانه الشعب اليوم لما تنجو ساعه، لما تقرا قراءه اخرى للانتخابات، الاحزاب السياسيه الكل في 49% من اللي صوتوا، تعرف قداش جابوا اصوات؟ 59%.
باش تعرف ثقة الشعب التونسي في الأحزاب. إذا كان تعمل سونداج اليوم لدى الرأي العام التونسي، ما نحبش نقول الشارع التونسي، احنا ماناش ولاد شارع. أنا نحقق لك ما تلقاش أكثر من 20% من الشعب عنده ثقة في الأحزاب. ويقولوا النهضة خذت ربحة الانتخابات وعندها الأغلبية، هذا ما ننكروش، لكن ما تقراوش، نقراه بقراءة أخرى، وأنه 17% من الشعب صوت للنهضة، كي تاخذ 50% ما صوتوش. فهمت؟ ألور يلزمنا نتفاهموا على حاجة، وأنا ما نتراجعش في كلامي، حلنا الوحيد نعاودوا ناخذوا الدستور نتاعنا نتاع 59 نبرقشوه ونخرجوا بنظام رئاسي إنسان يعطيوه طريقته، ولكن مش صلاحيات مطلقة، برلمان يوافق وما يوافقش، مجلس دستوري محترم كيف، قضاء مستقل، وتونس تنجم تتقدم، وعندنا الطاقات الكل. يقولوا لي حتى شيء ما هو عاجبك، انا من نهار 14 جانفي لليوم راه في بلادي شاده في عوض تشد لوطرود، شادين بيست تحل. انا هذا يا رايي، من نجم يبدله لي حد بطبيعة الحال. هذا رايك سي طارق المكي، ورايك يحترم. سي محمد يقول لك قريب باش تقول رجع بن علي خير. لا انا حتى كي نقولها راني غضبا باش نفيقك باش نرجك. ما نتمنى لحتى حد باش يرجع بن علي، ولكن وما ندمتش على معارضة سنة. اذا كان باش نراه كيران في قفصة تتكسر، اذا كان باش نراه ضربة ضربتين كيس مسكر، اذا كان باش نراه اعتداءات متواصلة، وقت نقول عندي ضمير. انا فما حاجة ما نحبش نتكلم بروحي، دماء الشهداء انا نحس بروحي ساهمت حتى بجرام فيها الثورة، عندي مسؤولية. فما حاجة نخاف ربي، هذا مش جديد، مسلم انا كتونسي كل، نخاف لدماء الشهداء اللي خرجوا بالبراءة بحب الوطن، نخاف ليتيح فينا. كي اليوم صار هم التونسي نقاش وطني على النقاب وإلا على البند 2 والبند 3، أنا نخاف لا ربي يتيح فينا. كرا رموز الفساد نتاع بن علي اليوم تحضر في الاجتماعات في الواجهة الأولى، قال شنو نطلب السماح من الشعب ويمجدوا للنهضة. أنا ما تنساهمش اللي ماتوا، نجموا يتيحوا فينا. باهي هذا بطبيعة الحال رأيك، لكن مرة أخرى نقول لك راه زاد الشعب التونسي هو اللي مشى لصناديق اقتراع وانتخب، مشى مغرور ومشى وغروا به الشعب التونسي، حتى حد مغربي الشعب التونسي، الإعلام غربيه وأعطوه معطيات غالطة وأوهموه بالأوهام. أي شعب يكون، أي شعب يكون كي تعطيه صحافة غلطه، كي تعطيه قضايا غالطة تغرقوا فيها. الاعلام قوي ياسر، احنا نحينا زوز حاجات من نظام بن علي، نحينا رئاسة الجمهورية. شو في شغلة الاعلام؟ شو سمعني سمعني، نحينا نظام في فترة 23 اكتوبر في شغلة الاعلام. سمعني نكلمك، انا هنا زاد موجود باش نسالك. باش نقول لك خليني كمان نجاوبك عايش خويا. نحينا نظام على شنو يقوم؟ يقوم على اربع سلطات. نحينا السلطة الرئاسية اعطيناها لاقرب المقربين نتاع بن علي، اللي عمل له قانون باش ياخذ الحصانه وباش اولاده تقعد تقرا على حساب الشعب التونسي. بعد نحينا الدستور، ما حليناش السلطه القضائيه، قاضي بركه توقف، حتى محامي في 23 فساد سنه نتاع بن علي. ولما نتكلم هكا راهو اغلبيه القضاه تنضاف، نقولها ونعاود نقولها. هذا السبب نتاعو الصحافه؟ سنكلمك هذا علاش ترتكز الدوله على ثلاثه سلطات هذوما و لو بوفوار دانفورماسيون، قوة الإعلام، مش قوة الإعلام برك، سي لو كاتريام بوفوار المعلومة الرابع. يعني تقصد؟ لا سي لو كاتريام بوفوار اليوم السلطة الرابعة. السلطة الرابعة السلطة الرابعة كلمة الراس صريح مازال يخرج نبكي عليها. الإعلام لما راه باعث القناة وتصريحاته والأبحاث اللي جرات له ومازال يبث ومازال يوجه في الراي العام، مسكينه تونس ومساكن تونس وين موجهين؟ كيفاش؟ شنو كيفاش؟ اعطيني 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 براهين على الكلام. ما ريتوش كيفاش هبط السي الغنوشي قال له حضرة سيادتك وبعث له كاميرا للجزائر، يا اخي منتخب هو الغنوشي شنو هي صفته؟
وهذايا تو نحكيو على حاجه اخرى اللي اعلامي تبع في اعلامي تبع في اي سيادتك ما تقولوا نحبوا نبثوا الحقائق لا لا شي يبث الحقائق يبث الحقائق على نفسه خير كيفاش دخل البلاد في حيط الو قناص وكلها كذب كان عمل الاعلام الصحيح خير له وليستا طويله ليستا طويله ياسر نتاع الاعلام جاء واحد فرنساوي لهنا في ما قالوش عليها في الجرايد مرمده يعني سي لونكر كي شانجي با لي بلوم يعني انت تحب تقول لي انه غلطوا الشعب التونسي غلطو. في انتخابات غلطوا غلطو. كما غلطوا الزين يعني لا 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 غلطوا تزين مغلط يعني الاعلام يعني سبب قناه حنبال هي سبب والاعلام اونتروتر اونتروتر ويلزم زاد النهضه تشكر القنوات اللي عملت في المواتك اللي المولى سبحانه وتعالى يتكلم زادوا 10% في الاصوات وتسال وتشكر كل بلاتواتك اللي تعملوا اللي انت كنت حاضر فيها لا لا حضرت فيها ودفعت عليها انا مبادئ عمري ما جيت قلت انا المراه ترثك الرجل ولا نحيو الفاتحه من تونس ولا نجي نحكي للعباد في الحكايات الفارغه المواطنه والديمقراطيه والديمقراطيه هاكا وينهم؟ وينهم؟ ستار خاطر الوقت يزر فينا نكملك مع العناوين نتاع الجرايد جريده الاسبوعي تقول على اي ساق سنرقص اداءات صندوق بطاله غلاء معيشه فقر خصوصا ودور الدوله. تعليق مختصر. هذوما بالنسبه لنا جرايد اسطنبلي بالله. والله العظيم جريده الاسبوع جريده إيه انا كل كي راهم شبداو التصاور اللي حاطينهم كل واحد في امور شعبويه يدخلوا في النعبات في حيث يكملوا يدخلوا فيهم كلهم شيزون الهاوي اعطيني واحد عمل تحليل سياسي يقول شنو هي موازين القوى الخارجيه اليوم اللي قاعده تلعب في تونس يتعدوا على الصوابع به النهضه اسمع ولا فيها في الزعام اخر طبخه كلاها بن علي ليله اللي طالع من تونس شكون عامله الكبيره معناتها النهضة تتغور في التأسيس وتستحوذ على مواقع القرار. عنوان آخر هذا. يا أخي شكون تظنوا أنتم؟ شنو النهضة حزب ديمقراطي يا أخي؟ هذاك يتكلموا بالديمقراطية. النهضة تعرف شنو هي الديمقراطية لها؟ كل كار. توصل في المحطة اللي حاجتها بها طابت منها وتقول لك ما حاجتيش بالكار. أنت قبيلك تحكي على القضاء قضية براكة الساحل 5 سنوات سجنا للمخلوع وجنيح وأربع أعوام للقلال وجنزواي. تعليقك شنو باش نعلق؟ تعليق على العنوان هذا اللي موجود بالكبير جريده الاخبار هذه القضاء سواء قضاء عسكري ولا قضاء مدني قضاء عسكري نحترم قضاء المدني كي ينضاف نحترم به جريده الاكسبير تقول اعتصام شباب الحوض المنجمي امام مقر شركه فوسفات قفصه شاب حاول انتحار واخرون يهددون بالانتحار الجماعي تونس ليكم تنتحروا لشكون باش تخليوها للصبابه هذا جوابي باهي اخر جريده جريده مواطنون ما حبيناش ناخذوا الجرايد اللي معروفه سابقا والله تمن ما تمنش ما نقراهمش ساعات الاولاد يجيبوا لي هكا يقراوا تيتروات وساعات نستعملهم باهي اما انا بصراحه ما نحط حتى مليم فيهم جريدة مواطنون هذا تقريبا العنوان مش نتاع اليوم عنده 10 ايام تهانينا الحارة تتقدم أسرة جريدة مواطنون إلى السادة الأفاضل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. كما كان وقت بن علي وقت اللي ترشحوا بحر تهاني والله عرفتك باش نقول لك بحر تهاني مش عرفت أنت بيدك عارف عليه بمناسبة فوزهم في انتخابات 23 يا أخي شنو هذا كلها عبقرية مني أنا جبت لك حاجة جديدة أنت بيدك تحبها في قلبك أنا قلت لك أنا اللي في قلبي بعيد تماما على قاعد تقول فيه أنت شنو اللي تحب أنت تو؟ لا أنا هنا أنا هنا مش مانيش موجود باش نعطيك ليه فيك تتنهد؟ تي ظاهرة من عينيك الناس كل تتنهد لا لا أنا قاعد في فرد لغة في فرد لغة فرد حتى حد ما موصيني راهو حتى حد هنا ما حد يتكلم لا 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 تقول اللي تحب عليه هذا نشهد لك به وإذا كانت تقول لي ما نقولش عليه هذاك هو اللي نقول عليه واضح سي طارق مكي شكرا لك شرفتنا الليله في حضورك في راديو الشباب في برنامج اشهر معنا شرفتكم بارك الله فيكم بلاش نفاق اخر كلمه تحب تقولها سي طارق ديما نقولها تونس باش تربح اخيرا شويه تفاؤل لا ما متفائل نعم في السياسه على شنو انا كان ما عنديش تفاؤل باش نربحوا مثلوا عملوا كل شيء ما يوصلوش جبروت بن علي وتمثيل بن علي ما وصلش اليوم ولا غدو باش يقف والشعب التونسي نترجاه في حاجه نزع العاطفه ادعوه
رانا توانسة كل ما بعدنا رانا مسلمين، ما ثماش اسلامي ومش اسلامي، وراه الجنة بقدرة الله ربي كاتبها لنا الكل. ما فماش شنو اللي يفرق بيناتنا، واللي عاصي ربي ان شاء الله ربي يهديه، وما يدخل الجنة الا واحد برحمة ربي وما يعرفش شكون مكتوب. رانا عرب، مشكلتنا شنية؟ نخليه تونس لأولادنا بحالة طيبة، تسرقنا، كذبوا علينا، خدمنا كشعب الناس لطبقة معينة، هذا كله مش معناتها احنا رانا ضحايا، احنا رانا مسؤولين فيه. ما جاش بن علي تصب، تصور بن علي يحكم في أمريكا أنت ولا في فرنسا، خاطر قنا تريين وطيبين. فما شيء صاير في تونس كما في منوبة، ولو هو تمويه ما انت حتى فما تمزق في داخل النهضة دي فورس وحوجة وحاجة وحوجتين أو كغزلهم اليوم هما كيف اللي بش عادي الكباس من وراء ظهرك في التأسيس. لكن أدعو الأساتذة باش ياخذوا موقف حازم مع الطلبة. ما قلت تحبوا على الحرية في الواحد والحرمة، أنا معاه حرمة الجامعة، حرمة الجامعة ما يداش فيها بلاش. هي هي ورجعت للموضوع هذا، احنا مش بدناش خاطر لا لا باش نرجع له، ماهوش مشكل اساسي. لا لا باش نرجع له، باش نرجع له بصورة اللب نتاعو شنو. اليوم كان يدخل بوليس للحرم انا بدي الجامعي ندعو للاضراب، نرجعلوش العادة ذاك. ما عادش اولادنا تقرا بوليسية فوق روسهم بالمطرة، ولكن زادا مش اولادنا تقرا وناس ارهابيين ترهب فيهم. كما تعملوا اضراب على بوليس يدخل، كما تعملوا اضراب على واحد لابس بجيلي باربال وداخل وطلع الطوا وليخطب، لانكم اذا كان تخليوه نفسكم راهو بشويه بشويه الديكتاتوريه. انت اتهمتم الناس هذوما وقلتم تابعين الحزب معين، تابعين واضح. تابعين النهضه، السلفيين تابعين النهضه، لكن النهضه قالت هذوما مش تابعين يعني. اي قولوا اللي حبوا، انا انا النهضه تشبه للتجمع، من منهمش ياسر كي يحكيوا. وقبيليك كنت تدافع على عليهم؟ لا ندافع عليهم على خاطر عليه داروا عليهم الاخرين، انت ماك صححتوا معهم، انا كي نصحح مع حد حتى في بيعه وشراء وخاص ما نكونش نبكي، نكرم صححتي ونخرج للشعب نقول لهم راني صححت، مش تجي تقولوا لا والله ما في بالناش. شنو في بالك؟ وثيقه صححتوها وخرجتوا لنا ثلاثه كما العرايس وتعلقوا في بعضكم في قبل ما صح ما ثبت. اذا احداث احداث المنوبه، جامعه منوبه، انت تقول انها مخبب نتاعها مخدوم حزب النهضة، مخدوم ولا حركة النهضة؟ حركة النهضة. وأدعو الشباب التونسي مهما كانت طيارتهم، الحرم جامعي، حرم جامعي للدراسة، وفي الوقت هذا يلزم معناتها التآلف ما بين الأساتذة والطلبة. شكرا لك سي طارق مكي، بطبيعة الحال هذا كلام يلزم كان أنت، وحق الرد ديما محفوظ وموجود بالنسبة لأي واحد يحب يتدخل معنا بطبيعة الحال في إذاعتنا مرة أخرى. شكرا على حضورك، نقول لك تصبح على خير، احنا مازلنا مكملين معاكم.